أخواتي أخواني أيها الواعون، هل يوجد في الحياة صدف؟ يقول ديباك شو ديباكو، يقول إن هذه الحياة لا توجد فيها صدف، وإنما أنت الذي تخلق الصدف من خلال الاحتمالية. كيف؟ يقول يضرب مثل في هذا الموضوع ديباك، يقول إذا أنت رحت قطعت تذكرة يا نصيب، فأنت تخلق احتمالية في هذه الصدفة أن تكون أنت الرابح طبعا. وكذلك في مختلف شؤون الحياة هكذا تكون الصدفة، أنت تخلقها من خلال حركة بسيطة وتؤدي إلى ارتفاع النسبة، وبالتالي حدوث مختلف الصدف في حياتك اللي أنت تسميها صدفة. لكن أقول أنا كذلك أن هو ترتيب إلهي، نعم هو ترتيبات إلهية سبحانه وتعالى في حياتك، يوجه لك رسائل مختلفة في شؤون الحياة المختلفة، في أمور الحياة، في الأفكار، في المعتقدات، في الإيمانيات، كلها يوجه لك رسائل. فإذا تفهمها جيد، وإذا ما تفهمها ربما تتكرر الرسائل باستمرار مرارا وتكرارا. فانتبه أيها الواعية وأيها الواعي إلى هذه الرسائل، واستفد منها وظفها في حياتك، وجميع عطايا ربك سواء كان عطاء أو أخذا فهو جذوره عطاء ورحمة وكرم وامتنان وفضل من الله سبحانه وتعالى.